سبق وكرم وبارك وعلى آله وصحابته والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين في كل لحظة من مدرسة معالمنا وأصحاب علم الله. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واجعلنا مما يرضيك أمامنا وفقنا ربي نحن وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. وفقنا وفقه بالسوء وما شئت وكيف شئت انك على ما تشاء قدير. واختم لنا ولا تفرق من السعاده اجمعين يا رب العالمين. اما بعد، نحن قراءه وشرح كتاب صحيح الامام البخاري للامام الحافظ الحجه ابي عبد الله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم ابن المغيره بن برمزبه البخاري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم شيخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه وغيره امين. ما زلنا في الكتاب 76 كتاب الطب. وقفنا على باب النفث في الرقيه، والنفث هو هواء يخرج من الفم مع قليل من الريق، يسمون نفث يعني كويس، يعني مكتوب كانك بتلف كده بس من غير ايه كتير، رذاذ خفيف مع هواء اثناء الرقيه. ليه؟ لان الرقيه لما بتقرا القران بيتولى الريق من قراءه القران، بيكون ريق مبارك، فلما بيخرج هذا الريق المبارك مع الهواء اللي هو من خلاله بتقرا القران بيبقى بيجعل الله فيه ايه سبب الشفاء. باب النفث في الرقيه. والنفس كالتفل والنفخ، بمعنى نفث نفخ تفل كلها معنى. ساعات يبقى هواء بلا ريق وساعات هواء بريق خفيف. باب النفث في الرقيه. واحنا قلنا الرقيه تكون من العين الحسد وكذلك من السحر ومن اللدغ من السم. يبقى الرقيه علاج لثلاث حاجات، إيه؟ العين والحسد والسحر وكذلك اللي هو إيه؟ الحمى. الحمى اللي ذات سم زي ايه؟ لدغ العقرب الحية بتجيك يا رب. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام البخاري في صحيحه قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان عن يحيى بن سعيد قال سمعت أبا سلمة اللي هو ابن عبد الرحمن بن عوف، أبو سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف وأحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، قال سمعت أبا سلمة قال سمعت أبا قتادة. وأبو قتادة بن فارس النبي الصحابي الحصاري رضي الله عنه قال سمعت أبا قتادة يقول سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول الرؤيا من الله، يعني الرؤيا التي يراها الإنسان في المنام تلاقي آخرها ألف، يبقى الرؤيا اللي آخرها ألف تبقى معناها منامية. طب الرؤيا اللي آخرها تاء تبقى بصرية، والرأي يبقى إيه؟ عقلي مثلا. يبقى رأى رؤيا يعني إيه في المنام، رأى رؤية يعني بصرية، رأى رؤيا يعني مظهرا عقليا، يعني بقى كلها جاية من رأى. طيب أما تلاقي الرؤية آخرها ألف تعرف إن في المنام آخرها تاء مربوطة تبقى رؤية بصرية. رأي يبقى معناه مذهب عقلي أو فقهي أو رأي. كويس؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول الرؤيا من الله، يعني الرؤيا الصالحة من المنامية. وعلامة أنها رؤيا صالحة أنها تبقى واضحة وليست فيها تخليط، وتكون غالبا ما قبل صلاة الفجر، تستيقظ على أذان الفجر أو قبله بقليل، دي علامة. ولا يشترط أن تكون نائما على الوضوء، يعني ممكن حتى تبقى نائم على جنابة وتشوف رؤيا من الله ما يضرش، يعني لا يشترط فيها حتى الوضوء أو الطهارة أسنانها، لا يشترط. لكن غالبا بتأتي للإنسان لو نايم على وضوء ونايم على طهارة غالبا تأتي، لكن مش شرط. يبقى الرؤية
علامه الرؤيه انها صحيحه لا تخليط فيها، لا مش متلخبطه واضحه كده من الله، وتبقى من الله ايه بشاره يبشر بها العبد خبر معين شيء معين او شيء من الناس. والحلم من الشيطان، لما تلاقي بقى ايه منام كده ملخبط ويقومك منكد ومتضايق، ده من الشيطان، لان الشيطان يريد ان يحزن الذين او كابوس او شيء من هذا، من الشيطان يسموه حلم بقى ما يسموش ايه رؤيه. والحلم من الشيطان، فاذا راى احدكم شيئا يكرهه، يبقى من الشيطان، يقوم يعمل ايه؟ اما يقوم يستيقظ كده وشايف ان رؤيه كارهه زي كابوس او حاجه كده، يعمل ايه؟ فلينفث حين يستيقظ 3 مرات عن يساره، في روايه عن يساره، هنا مش اي يعني يساره، يعني روايه مختصره. يبقى هيعمل ايه؟ يدخل عن يساره 3 مرات. كويس؟ ويتعوذ من الشيطان، وما يحكيهاش لحد. فلا تضر. مش تسحب بقى تلم عليه البيت والجيران وتقعد تقول لهم انا شفت امبارح، ما تعملش. يبقى الرؤيه الملخبطه دي ما تتحكيش لحد، عشان ما تثبتش في ذهنك كمان وتعيش بعد كده موسوس. انساها، لا تضر. فلينفث حين يستيقظ 3 مرات، احنا قلنا في جهه يسار، بس الروايه ما قالتش في جهه يسار، في روايه ثانيه قالت في جهه يسار. ويتعوذ من شرها، يتعوذ بالله من شرها، فانها لا تضره. طب الرؤيه الصالحه ما تحكيهاش الا لحبيب او لمين، مش تحكيها لاي حد برضه، حتى الرؤيه الصالحه تحكيها لواحد بيحبك عشان يقولها لك احسن التأويلات، او واحد لبيب يعني عنده حكمه، لكن ما تحكيهاش لكل الناس. كويس؟ وقال ابو سلمه، في بقى نوع ثالث من الايه من المنامات، حديث النفس. يبقى المنام اللي بيشوفه الانسان في المنام، اما من الله نسميه رؤيه، او من الشيطان نسميه حلم، او من النفس نسميه حديث نفس. يعني انت نايم من غاز من واحد ظلمه، تحلم طول الليل انك انت بتشتمه وبتضربه، اللي نفسك تعمله مش عارف تعمله في اليقظه تعمله في الرؤيه. نايم ميت من جوع تحلم بايه؟ بسوء العيش. الجعان يحلم بسوء العيش، النفس بتحدث معاه. زي واحد نايم عطشان يحلم من ايه؟ بيعوم في البحر ويشرب ميه ومهيص. دي اسمها حديث نفس. يبقى في رؤى 3 انواع بقى من النايم. من الله تبقى واضحه صالحه، واخد بالك، جليه بلا تشويش. او حديث نفس، انت نفسك في حاجه تشوفها في المنام، او تبقى حاجه تحزنك، دي من الشيء. وقال ابو سلمه، وان كنت في روايه، وان كنت لارى الرؤيا اثقل علي من الجو، فما هو الا ان سمعت هذا الحديث فما اباليها. خلاص تراه من الشيطان، فالشيطان لا يضر شيء. كان قبل ما يسمع الحديث ده كان يبقى مهموم من الرؤى السيئه. وعن ابي قال حدثنا عبد العزيز بن عبد، يبقى ايه؟ النفس والتعوذ علاج للكابوس. واحد يقول لك انا بيجي لي كوابيس كتير، ايه علاجه يا عم الشيخ؟ عمك الشيخ يقول لك العلاج النبوي، فهمت؟ لكن لما تروح لدكتور مش هيعرف يعالجك، هيدي لك ادويه تخمنك تنيمك، خلاص يقول لك بحاله نفسيه ويدخلك في موال تاني. لكن لما تمشي مع السنه النبويه الشريفه سهل. وعن ابي قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الهويسي قال حدثنا سليمان عن سليمان بن بلال عن يونس بن يزيد الألبي عن ابن شهاب والامام الزهري محمد بن مسلم عن عروه بن الزبير العوام كان تابعي، اخوه عبد الله كان صحابي، لكن عروه تابعي ما شافش النبي لانه كان صغير. عن عروه بن الزبير عن عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا اوى الى فراشه نفث في كفيه بقل هو الله احد بالمعوذتين جميعا، ثم يمسح بهما وجهه وما بلغت يداه من جسده،
يعني لما يجي ينام النبي صلى الله عليه وسلم، ودي برضه وصفه حلوه للي بيشوف رؤى سيئه كوابيس، يجمع كفه كده ويقول الله احد بالبسمله، وقل اعوذ برب الفلق بالبسمله، وقل اعوذ برب الناس بالبسمله، وبعد ما خلص ايه يدخل ثلاث مرات كفه ويمسح بها جسده ونستغفر. لا ان يفعل ذلك مره، ولا ان يفعل ذلك ثلاث مرات كويس قبل ما ينام، ثم يمسح بهما وجهه وما بلغت يداه من جسده. قالت عائشه فلما اشتكى، لما مرض مرض وفاته صلى الله عليه وسلم، كان يامرني ان افعل ذلك به، كان تعبان مش قادر يقرا نفسه صلى الله عليه وسلم بسبب الحمى ومرض الوفاه، فكان يجعل ستنا عائشه هي اللي تقرا وتمسح ايه جسد. يبقى ممكن تعملها لنفسك او غيرك منها. كان يامرني ان افعل ذلك به. قال يونس كنت ارى ابن شهاب يصنع ذلك اذا اوى الى فراشه. وعن ابي قال حدثنا موسى بن اسماعيل اللي هو التبوذكي شيخ ابن مسلم، قال حدثنا ابو عوانه والوضاح يشكره، عن ابي بشر البصري، عن ابي المتوكل اللي هو علي بن داود الناجي، عن ابي سعيد اللي هو الخدري مالك بن سنان الصحابي، ان رهطا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلقوا في سفره سافروها حتى نزلوا بحي من احياء العرب فاستضافوهم فابوا ان يضيفوهم، فلدغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء، فقال بعضهم لو اتيتم هؤلاء الرهط الذين قد نزلوا بكم لعله ان يكون عند بعضهم شيء. والحديث ده احنا قرانا عدة مرات بتفاصيل كثيرة، بس كل مرة يأتي به الإمام البخاري عشان يستنبط منه حكم جديد. فأتوهم فقالوا يا أيها الرب إن سيدنا لدغ فسعينا له بكل شيء لا ينفع شيء، فهل عند أحد منكم شيء؟ فقال بعضهم أنا اللي هو أبو سعيد الراوي، نعم والله إني لراق، ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا، فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا. جعلا يعني ايه؟ يعني اجرا معلوما. لما عرفوا ان هم ناس ايه عندهم خسه ما بيقوموش بحق الضيافه، فطلبوا منهم خدمه، قالوا لا دول ناس بقى ايه عندهم خسه، احنا نشترك الاول. لو شايفينهم اهل كرم ما كانوش اشتركوا. حتى تجعلوا لنا جعلا، فصالحوهم على قطيع من المن. القطيع 30 ايه؟ شاة، وهم كان عددهم 30. فانطلق فجعل يدفل ويقرا الحمد لله رب العالمين. يدفل ويدخل تنفع بضم الفاء والكسريه لغه صحيح. فجعل يدفل ويقرا الحمد لله رب العالمين هي الفاتحه. يبقى الحمد لله رب العالمين عنوان الفاتحه. حتى لكانما نشط من عقال. قام الرجل الملدوغ خف كانك بالظبط كنت رابط ايه؟ ناقة وتركتها من عقالها انطلق. حتى لكأنما نشط من عقال. فانطلق يمشي ما به قلب، يعني انطلق الرجل الملدوغ ده ماشي ما فيهوش أي قلب. قال فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه، دوم الثلاثين شيء. فقال بعضهم اقسموا، فقال الذي رقى لا تفعلوا حتى نأتي، وفي رواية حتى تأتوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فننظر له الذي كان، فننظر ما يأمرنا. يبقى عندهم ورع لما تصرفوا وخدوا أجر على القرآن، خافوا ليكون كده غلط، فقال إن مش هنتصرف في الأجر ده وناخده لحد ما نسأل النبي. يبقى الورع كان حال الصحابة الورع حرق الحلال. فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له، فقال وما يدريك انها رقية، اصبتم اقسموا واضربوا لي معكم سهم. يبقى اقرهم قال لهم اقسموا لي معكم سهم تطيبا لخاطرهم انها من عين الحلال البلال لا شبهة فيه، لان النبي لا ياكل اي شيء في شبهة.
يبقى جايب الحديث ده كله في باب ايه؟ النفس في الرقية، لانه اخر ينفث ويدخل وايه ويقرا الفتحه ويمسح على جسد ايه الملعون. باب مسح الراقي الوجع بيده اليمنى. لما يبقى عندك وجع وبترقي تبقى تحط ايدك اليمنى على موضع القلب. طب افرض ان ايدك اليمنى هي اللي بتترقي، خلاص حط ايدك اليسرى عليه. يعني افرض ايدك اليمنى هي اللي بتوجع، خلاص حط ايدك اليسرى عليه. باب مسح الراقي الوجع بيده، ده لو كان هو اللي بيرقي نفسه، لكن لو انت بترقي غيرك لما ترقيه تضع يدك اليمنى على موضع قلبه وتقرا الايه؟ الرقيه وايه؟ وتمسح على موضع القلب. وعن ابي قال حدثنا عبد الله بن ابي شيبه قال حدثنا يحيى عن سفيان، يحيى بن سعيد القطان عن سفيان الثوري عن الاعمش اللي هو سليمان بن مهران عن مسلم اللي هو ابو الطحر مسلم عن مسروق اللي هو ابن الاجدع عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعوض بعضهم يعني بعض أهله يمسحه بيمينه أذهب الباس رب الناس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما لرقية النبي. هنا ما قالش بسم الله، في الرواية الثانية يعني يقول إيه بسم الله؟ إن الرواية هنا فيها إيه؟ اختصار. الرواية اللي قبل كده كان فيها بسم الله. أذهب الباس، الباس اللي هو المرض. رب الناس واشفي أنت الشافي، يعني بينادي على رب مع حسب إيه؟ حرف النداء، يعني يا رب الناس. واشفي أنت الشافي. في رواية أبي ذر واشفي أنت الشاف بغير إثبات الياء. لا شفاء إلا شفاءه شفاء لا يغالب سقما أو سقما في الفعل لا يغني يعني لا يترك إيه مرض ساعات تحط الدواء الدواء يخفف الأعراض دي ويعمل لك أعراض تانية في مرض تاني يبقى شفى لكن ترك سقما آخر لكن النبي يريد العافية الكاملة صلى الله عليه وسلم. فذكرته لمنصور فحدثني عن ابراهيم عن مسروق عن عائشه اللي قال فذكرته لمنصور اللي معتمد سيدنا سفيان الثوري قال فذكرت الحديث ده لمنصور فحدثني عن ابراهيم عن مسروق جاب له اسناد ثاني لنفس الحديث يعني كان بيعضده يعني ويقويه فحدثني عن ابراهيم عن مسروق عن عائشه رضي الله عنها بنحوه. باب في المرأة ترقي الرجل، يعني يجوز للمرأة أن تكون هي الراقية للرجل، لا بأس. وعن أبي قال حدثني عبد الله بن محمد الجعفي، قال حدثنا هشام، قال أخبرنا معمر، هشام ده ابن يوسف الصنعاني، وأبو معمر، أبو معمر راشد الصنعاني. فهمت؟ برضه يعني جايين من صنعاء كلهم، ربنا يحرر اليمن مما فيها من فتن. وسائر بلاد المسلمين. قال حدثنا هشام قال اخبرنا معمر عن الزهري اللي هو محمد بن مسلم بن شهاب عن عروه بن الزبير عن عائشه رضي الله عنها اللي هي تعتبر خالته وام المؤمنين لانه عروه ام اسماء اخت ستنا عائشه اللي ستنا عائشه خالته وفي نفس الوقت هي امه ام المؤمنين. عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفث على نفسه في مرضه الذي قبض فيه بالمعوذات فلما ثقل كنت أنا أنفث أي المرأة هي بترد الرجل جابوا هنا علشان إن ستنا عائشة قالت إن أنا تعبت بقيت أنا اللي أرقيه يعني أنا اللي أرق وأرقيه يبقى دل على أن المرأة ترقي ترقي الرجل فلما ثقل كنت أنا أنفث عليه بهن وأمسح بيد نفسه لبركته بدل ما تمسح يد كده بقى تاخد يد النبي تمسح بيه لبركة يد النبي صلى الله عليه وسلم. فسألت ابن شهاب كيف كان ينفث؟ قال ينفث على يديه ثم يمسح بهما وجهه. يعني كيف كان ينفث؟ ينفث على يديه مع عندنا وبعدين يمسح بها وجهه ومستقبله بالجسد.
والحديث ده سبق في ايه؟ في باب الرقى بالقران قبل كده جابوا عده من الرقى. باب من لم يرقي. طب افرض بقى واحد اصيب بمرض يشفى بالرقيه وما رقاش وما طلبش الرقيه، لا باس، لان طلب العلاج سنه وليس واجب. طلب العلاج ليه سنه؟ ليه بقى؟ لان العلاج مظنون النفع، فطالما مظنون النفع يبقى ايه؟ يجوز ترك. لكن لو كان متيقن النفع لا يجوز ترك. الطعام والشراب متيقن النفع، فما ينفعش اترك الطعام والشراب وابقى منتحر، لان الطعام والشراب ايه؟ متيقن النفع، ولو تركتهم ايه مكان يبقى موت نفسي. لكن العلاج مش كده، العلاج مظنون النفع غير متيقن النفع، وبالتالي لو ترك العلاج لا يأثم. واضح؟ لا يأثم لو ترك العلاج. طبعا فيها تفاصيل. حديثا في اشياء علاجها متيقن يبقى تركها يأثم. افرض واحد اتقطع له شريان وبينزف، ما يروحش المستشفى يقفلوا النزيف، يبقى كده بينتحر، لانه ده متيقن النفع. لو وقفوا النزف هيعيش، لو سابوا النزيف هيموت. فما يقولش الشيخ قال اصل ده يعني طالما العلاج مش متيقن النفع، لا، في بعض العلاجات متيقنه النفع كالطعام والشراب، تركها انتحار، مفيش دلع فيها. انما واحد عنده مرض مثلا، نسأل الله السلامة، مرض سرطاني، قالوا له أنت مالكش براحة وليك علاج كيماوي، فأنا مش عايز العلاج كيماوي، لا يأس، لأن العلاج كيماوي أعراضه وحشة ومتعبة ومظنون النفع ولا يؤدي إلى شفاء كامل، فله أن يترك، مش مشكلة. لو خده لا بأس، لو ترك لا بأس، هو حر. فهمت بقى إزاي؟ يبقى في أمور يجوز في علاجات فيها أنك تتركها ولا تأثم، وفي علاجات تتركها ولا تأثم. خدت بالك؟ عشان كده كان في القرافي في الفروق قال الفرق بين تارك الطعام والشراب وبين تارك الدواء، ان تارك الطعام والشراب منتحر وتارك الدواء لا يأسف. ايه الفرق بينهم في الحكم؟ قال ان الدواء مظنون النفع والطعام والشراب متيقن النفع. فهمت ازاي؟ يبقى ناخد بالنا من الفروق. باب من لم يرقي. وعن ابي قال حدثنا مسدد قال حدثنا حسين بن امية عن حسين ابن عبد الرحمن عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج علينا النبي، وفي روايه خرج علينا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يوما فقال عرضت علي الامم، يعني عرضت علي الامم اما في منام او في يقظته في جدار قبلته. كان النبي يرى في قبلته وهو بيصلي ما لا يراه الناس، حتى انه في صلاه الاستسقاء لما اطال قال عرض علي كل شيء حتى اهل الجنه واهل النار صلى الله عليه وسلم. فالنبي خرج عليهم يوما فقال عرضت علي الامم، يبدو انها منام لانه خارج من حجرته محل نومه، فهو عرض علي الامم يبقى منام، ومنام الانبياء حق. فقال عرضت علي الامم فجعل يمر النبي معه، وفي روايه ومعه بالواو، ومعه الرجل، والنبي معه الرجلان، والنبي معه الرهط، والنبي ليس معه احد. يبقى عرض عليه الامم وهي بتبعث يوم القيامه صلى الله عليه وسلم، شاف المنظر ده، فشاف نبيه ومعاه واحد بس امن بيه، وشاف نبي ومعاه اثنين، ونبي ومعاه الرهط اللي هم لحد ال 40 يعني، اكثر حاجه في الرهط 40، وساعات يقول لك الرهط ما دون العشرة، ويشوف نبي ما فيهوش حد خالص معاه، يعني لم يتبعه احد كويس. وبعدين قال ايه؟ ورايت سوادا كثيرا سد الافق. السواد يعني اشخاص كثير، خيال اشخاص كثيرين زحمه، سدت الافق يعني من جايه من جهه سد الافق لحد مدى البصر، الافق اللي هو عند موضع التقاء السماء بالارض في رأي العين يسموه الأفق، حوالي 12 ميل حسبوها، حوالي 12 ميل اللي هي لما تيجي تبص كده وانت واقف قدام البحر في اسكندريه تلاقي السماء قبلت البحر، ده يسموه الأفق، ده حوالي 12 ميل تقريبا. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم ايه رأيت بقى ايه؟ سوار عظيم يسد الأفق، فافتكرها أمته، فرجوت أن تكون أمتي، فقيل هذا موسى وقومه،
ثم قيل لي انظر فرأيت سوادا كثيرا سد الأفق، فقيل لي انظر هكذا، انظر هكذا من جميع الجهات، لا أسد الأفق من جميع الجهات. دي أمته. فهمت ازاي؟ يبقى أمة النبي بقى أرقم كثير، هو أكثر الناس تبعا يوم القيامة صلى الله عليه وسلم. فرأيت سوادا كثيرا سد الأفق، فقيل هؤلاء أمته، ومع هؤلاء من ضمن هؤلاء يعني 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. فتفرق الناس ولم يبين لهم، فتذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. النبي دخل والناس قعدوا يقولوا مين بقى 70,000 اللي هيخشوا من غير حساب؟ يمكن احنا عشان نصرنا النبي، ولا يمكن أولادنا عشان اتولدوا في الإسلام، ولا يمكن اللي أسلموا مع النبي قبل الفتح، ولا يمكن أهل بدر، ولا يمكن مش عارف مين، وأولادهم بقوا مختلفين. فهمت ازاي؟ قعدوا يقولوا 100 يمكن، لحد ما النبي طلع قال لهم هم مين. ومع هؤلاء 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب، فتفرق الناس ولم يبين لهم. فتذاكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا أما نحن فولدنا في الشرك ولكن أمنا بالله ورسوله، لكن هؤلاء هم أبناؤنا اللي ولد في الإسلام لهم فضل يعني زائد، لأن لما تيجي تدور علينا احنا تلاقينا أنا وأنت أبونا مسلم وجدتنا مسلمة وجد جدنا مسلم وجد جدنا إيه يعني، احنا عايشين في رحمة كبيرة. فهمت ازاي؟ غير اللي إيه أسلم وأبوه كافر وخاله كافر وعمه كافر، حاجة دي مقام وده مقام. فقالوا ده الظاهر اللي هي أبناء المسلمين بعد كده. ولكن هؤلاء أبناؤنا. فبلغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني فبلغ قولهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال هم الذين لا يتطيرون، يعني لا يتشاءمون ولا يكتوون، وما يستعملوش الكي في العلاج لأنه خلاف الأولى، وإن كان مباح خلاف الأولى ليه؟ لأنه مؤذي ومؤلم وفي استعمال النار ويترك أثر ويعمل رائحة كريهة بالأثر المحروق على ما يلتهي، فالنبي كان يكرهه. ولا يكتوون ولا يسترقون، يعني ما يطلبوش الرقية لما يمرضوا، كمان ما يدورش على حد يريه من شدة رضا بقضاء الإلهي، وعلى ربهم يتوكلون. يبقى التوكل هنا معنى التفويض، لأن التفويض هو إيه؟ عند العجز من الأسباب الرضا بقضاء الله، يبقى فوض أمره لله لما عجز من الأسباب. فقام عكاشة بن محصن فقال أمنهم أنا يا رسول الله؟ قال نعم. فقام آخر فقال أمنهم أنا؟ فقال سبقك بيا عكاشة. عشان إيه؟ يحسب المادة بقى، وإلا كل واحد يقول لك أنا مش هنخلص. وهو جايب الحديث ده كله على ايه؟ على ان ممكن تترك الرقيه لو كنت محتاجها ولا تاثر. يعني ليس الرقيه عند المرض واجبه الحصول عليها هي اثر ذلك، لا، لو تركها ما فيش شيء، لكمال الرضا بقضاء الله. او الذين لا يسترقون، يعني لا يسترقون برقى الجاهليه اللي كان فيها الفاظ مخالفه، لكن يسترقون برقى القرآن. احتمل المعنى ده بقى ان هو يستعمل القرآن في الرقى، ما يستعملش بقى رقى، ده في ناس يروح للقسيس يرقيه، مش كده؟ يبقى ده حرام، ما تلجاش لهذا. ممكن يكون بيستعمل تعاويذ فيها استعانه بالجن وفيها كلام كفر وما يلقش، فما تكملش. باب الطيره. الطيره اللي هو التشاؤم. وعن ابي قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا يونس عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيره والشؤم في ثلاث، في المراه والدار والدابه. لا عدوى يعني على الحقيقه بذاتها، ولكن العدوى تتم باذن الله، فسبب المرض لا يمرض بذاته لكن يمرض باذن الله. يبقى هنا النبي بينفي التاثير لغير الله. واضح؟
لا عدوى ولا طيرة، يعني ولا تشابه. والشؤم في ثلاث، يعني والشؤم كانت تعتقده العرب في ثلاث. كويس؟ لأن النبي قال لا طيرة، فما تقولش بقى إن الشؤم في المرأة والدار وبتاع، خد بقى إن في بعض المفسرين مشوا على هذا النهج، قال لك إن النبي استثنى دول فيتشائم منهم الأبد. ده كأن النبي بيقول والعرب في الجاهلية كانت تتشائم في ثلاث، من الدابة والدار والمرأة. فهمت؟ علشان نبقى ماشيين على ان ايه؟ مفيش شؤم مطلقا بقى. فهمت؟ لكن على اي حال بعض العلماء قالوا شؤم المراه الا تلد، وشؤم الدار انه يمرض فيها او يسوق جربه، وشؤم الدابه ان هو يستعملها في غير مرضات الله. واخد بال بعض العلماء؟ والشؤم، الشؤم ضد اليمن يعني، ضد التفاؤل يعني، في ثلاث. وردت احاديث في غير البخاري على فكره، كتب السنه الثانيه غير كتب السته خالص، ان اللي روى الحديث ده دخل والنبي بيقول والشؤم في ثلاث، والنبي قبلها قال جمله ثانيه فاتته. ايه هي؟ وفي الجاهليه الشؤم في ثلاث. فاتته كلمه في الجاهليه، فحطوا الشؤم في ثلاث حسب ما سمع. فاهم؟ فده يحل لك الاشكال. يحل لك الاشكال ان ده مش مستثنى من ايه؟ من اليوتشات. فعلشان كده مطالعة جميع كتب الحديث مهمة، مش كتب السنة الستة بس، وغيرها كمان، مسند أحمد والطبراني الكبير والأوسط والصغير والمستخرجات وكل، مهمة جدا. ليه؟ لأن هتبين لك إن في بعض الجمل، لأن أنت ممكن الشيخ قاعد يتكلم أهو، واحد لسه داخل الوقت يسمع جملة من الشيخ قايل قبلها جملة، فهو ينقل الجملة دي يفتكر ان الشيخ قال دي، وهو الشيخ بيقول الجمله دي مبنيه على جمله ثانيه عشان تفهم. فهمت بقى ازاي؟ فدي بتحصل. الصحابه كانوا مش كلهم قاعدين المجلس كله، بعضهم بيجي بعد ما المجلس ابتدى وبعد ما النبي ابتدى يتكلم، وبعضهم بيمشي والنبي ما كملش كلامه، فكل واحد بيروي اللي سمعه. فهمت؟ وبالتالي كان والشؤم في ثلاث، يعني والشؤم في الجاهليه كان في ثلاث، حتى لا نقول ان الطير اثبتها النبي في الثلاث دي ونفاها عما سواها، لان لولا كده كنا هنقول كده. فهمت بقى؟ لكن ايه؟ النبي نفى الطير بالاطلاق ولم يثبتها في شيء، لان لا مؤثر الا الله. فما تقوليش اصل الست دي وشها نحس عليا. لا يا سيدي، انت نصيبك اللي نحس، سواء اتجوزت الست دي ولا ما اتجوزتش، ده قدر هيحصل لك هيحصل لك، فما تتهمهاش. فهمت؟ أو يقول العربية دي من يوم ما جبتها وهي مش عارف، يا عم مكتوب اللي هيحصل لك قبل ما قبل ما تتولد. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. فلا تنسب الأحداث لإيه؟ للأشخاص، لأن الأشخاص لا يملكون لأنفسهم ضر ولا نفع، فضلاً عن إن هم ممكن يضروك. فهمت المعنى؟ فدي نقطة مهمة تخلي المسلم إيه؟ يبقى منطلق في حياته مستعين بالله كده، ولا يأسى على ما فاته، ولا يفرح بما أتاه، ويبقى مبتسم معتدى. مش كل ما يحصل له حاجة يقول أنا اصطبحت بوش مين النهارده؟ يعني هو وش اصطبحت هو كان السبب؟ هو مات. فهمت؟ كلام المصريين المعتاد ده عايزين نبطله. وعن أبي قال حدثنا أبو اليمان اللي هو الحكم بن نافع قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبه ان ابا هريره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا طيره وخيرها الفأل. قال وما الفأل؟ قال الكلمه الصالحه يسمعها احدكم. كان النبي يتفاءل من الاسماء. يعني مثلا ايه؟ انت ياتي خارج رايح الامتحان بتاعك، فسمعت واحد بيكلم واحد مالكش علاقه بيه خالص، بيقول له مقضيه ان شاء الله، يقوم النبي ياخد فعل حلو كلمه كده هي مش مترتبه، يبقى ان شاء الله مقضيه وهتنجح. فهمت بقى ازاي؟ او مثلا يلاقي واحد ايه بينادي على واحد صاحبه ويقول له يا ناجح وانت رايح الامتحان، قول الحمد لله ناجحين. فهمت ازاي؟ يعني ياخد ايه الفعل الحسن من الاسماء اللي بتلقى حواليه. زي في صلح الحديبيه لما جاله سهيل بن عمرو قالوا من القادم؟ قال لهم قالوا سهيل بن عمرو، قال سهل امركم. خدها من اسمه. يبقى النبي كان يتفاءل من الاسماء ايه التي حوله، حتى اسماء الجبال.
واسماء ايه الاماكن. وعلشان كده ايه سيدنا الحسين كان وارث الحكايه دي من النبي، فلما سالوا ايه بيقولوا له ايه دي ارض ايه دي، قالوا ايه دي كربلاء، قال هي كرب وبلاء وقتل فيها. فهم كان ايه وارث الوراثه المحمديه دي، ان من خلال الاسماء يعرف الاحداث. فهم فده ايه الفعل، فكان النبي ياخذ الفعل من الاسماء. مره عايز ايه يشرب صلى الله عليه وسلم، فواحد ايه قال له هما اسقيكم، قال له اسمك ايه، قال له مره، قال له هيقول لنا ميه مره. وبعدين واحد قال كده ايه قال له اسم جميل كده، قال له يعني فيه بشاره، قال له استنى. يبقى النبي كان ايه يتفاءل بالاسماء الطيبه الحسنه. وعن ابي قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرنا ابي الله بن عبد الله بن عمر بن ابي هريره قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا طيره وخيرها الفأل. يعني خير من الطيره الفأل الحسن، اللي هو ايه التفاؤل يعني، لان التفاؤل في حسن ظن بالله. قال وما الفأل؟ قال الكلمه الصالحه يسمعها احدكم. باب الفأل. وعن ابي قال حدثنا عبد الله بن محمد قال اخبرنا هشام بن يوسف الصنعاني، ما تقولش هشام بن عروه لان ده في طبقه من طبقه ايه التابعين. قال اخبرنا معمر وابن راشد عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا طيره وخيرها الفأل. وقال وما الفأل يا رسول الله؟ قال الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم. وعن أبي قال يعني أنا كان عندي عيال كانت حالته تعبانة أوي زمان، جالي كان حوالي يمكن 20 سنة ولف على ناس كتير دكاترة ما شخصوش، وكان اسمه الحاج نميم عنده فوق 70 سنة، وأتاري عنده قرحة في الاثنى عشر مصبوبة وعملنا له التهاب بريتروني ماشي بطنه وجعه وقال اسبوع بيلف ما حدش مشخصه. فلما دخل عليا الراجل ده كان مصدر برضه يعني عنده شفافيه حلوه. قال انا اول ما شفت اسمك يسري رشدي السيد ده قلت يسر امري وارشدني ربي وجبرني. والله بيقول لي قبل ما يدخل الكشف عندي اول ما جاب الاسم كده هو ترجمها بيتيرايزين، فربنا كرمني شخصته فعلا وديته المستشفى عملت له عمليه وبعد 5 ايام تاب وبقى حلو وروعه. هو حكى لي دي بعد ما عمل العمليه. قال لي انا اول ما شفت اسمك عرفت ان خلاص انا حج جبر خلاص. في ناس برضو ايه عايشه بالسنه دي، يعني ماشيه على السنه، وده يبين لك إيه انك انت تحسن اسماء اولادك. لان كل واحد بيبقى ليه نصيب من اسمه. فاهم؟ فتحسن اسماء اولادك. وعن ابي قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا هشام عن قتاده عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيره ويعجبني الفأل الصالح، لانه في حسن ظن بالله. الكلمه الحسنه. باب لا هامه. لا هامه اللي هي لا بومه. في ناس اول ما يشوف البومه ايه يتشائم من البومه. فاهم؟ وكانوا يعتقدوا كمان ان البومه دي روح المقتول اذا مات ولم يؤخذ بثأره تقوم تلبس في بومه، تقعد تأوق تأوق ما تبطلش الا لما تاخد طار. كان العرب تعتقد كده يعني. فاهم؟ اول ما تلاقي بومه بتأوق يبقى في واحد مقتول وبيدور على طار ويبقى في حد هيموت. فاهم؟ فكانوا يستشهدوا، فالرسول صلى الله عليه وسلم ما فيش حاجه زي دي. بطل وسيبها لله. باب لا هامة. وعن ابي قال حدثنا محمد بن الحكم قال حدثنا النضر اللي هو النضر بن شميل قال اخبرنا اسرائيل بن يونس بن ابي اسحاق السبيعي قال اخبرنا ابو حصين عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طير ولا هامة ولا صفر. كانوا يتشعبوا من شهر صفر. خد بالك يتشعبوا من صفر. واحيانا صفر عندهم يعني يقصدوا به مرض في البطن يؤدي الى صفار في الجسم.
وان ده اللي بيحصل له يبقى ميت لا محال. تمام؟ فكان الانتشاء من ايه؟ من ان الانسان يمرض وجسمه يصفر، يبقى ده ميت ميت. فالنبي قال لهم لا، كل شيء بامر الله. ولا سفر باب الكهانه. الكهانه اللي هو ايه؟ ان انسان تدعي انها تخبر الغيب. ويقول لك بقى كلام كده منمق جنب بعض مترتب علشان يغش الناس، ويقول لك يا سلام ايه الكهانه دي؟ يقول ايه؟ يقولها بطريقه مرتبه كده وكلام جنب بعض حلو كده، تقوم تفتكر ان وراءه علم، هو في الحقيقه وراءه جهل شديد، لان لا يعرف غير الله او من ارتضى من رسول. ودول هم رسل ولا حاجه هيعرفوا غير منين؟ هيعرفوا من الشياطين اللي بتسترق السمع، والشياطين بتسترق السمع تسمع معلومه وتضيف عليها 100 معلومه، يطلع في الاخر كذب في كذب. فما تضيعش وقت. باب الكهانه. عايز تكسب في اوروبا؟ قول لهم بس انا بقرا الكف واعمل دعايه كده، وقرايه الكف ب $1000 هتلاقي طوابير، لان هناك عايشين في الاساطير. العقليه الغربيه دي عايشه في الاساطير، لان عقليه المسلمين عقليه اعلى منهم 1000 مره، ما يغركش. هم عندهم تقدم بس في الماده، لكن في الحاجات دي كلها يا سلام، ده هناك تلاقي واحد بيقرا الكف، واحد بيقرا الافا، واحد بيقرا الرجل، واحد بيقرا البطن، واحد بيقرا السره، واحد بيقرا العين، واحد بيقرا الجنبه، واحد بيقرا الودن، وتلاقي طوابير عليهم وبالحجز. واخد بالك؟ ليه؟ لانه عايشين في الاساطير، كلهم كهان. فهمت؟ اياك بقى، المسلمين ما عندناش احنا الحكايه دي. في بعض طوائف الجهله، بعض طوائف الجهله اول ما يتعلم بيبعد. باب الكهانه. وعن ابي قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب ابي سلمه عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قضى في امراتين من هذيل اقتتلتا، فرمت احداهما الاخرى بحجر فاصاب بطنه وهي حامل، فقتلت ولدها الذي في بطنها. درتين بيتخانقوا مع بعض، واحدة حامل والتانية مش حامل، الست اللي مش حامل ضربت التانية في بطنها بخشبة صح، نزل الجنين من بطنها. وراحوا للنبي ماسكين في خناق بعض، إيه؟ خصوم. فالنبي قضى فيهم إيه؟ بقضاء. فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى أن دية ما في بطنها غرة، سواء اللي بطنها ذكر أو أنثى مش مهم، طالما سقط وميت نزل ميت يبقى غره. ايه هو الغره؟ يعني عبد او ام رقيق كامل الاوصاف. غره يعني ايه؟ يعني شيء غر يعني جميل. يبقى ايه حلها؟ ايه؟ تجيب لها عبد او ام كامله الاوصاف، جميله مش مريضه وهيئتها جميله، تشتريها من السوق وتديها لها مقابل اللي سقطته في بطنها، لان اللي بطنها ده كان هيتولد منها يخدمها، يبقى ابنها ويخدمها. فطالما انت افقديها من يخدمها ويرعاها في كبرها، هاتلها اللي يرعاها من دلوقتي. فهمت؟ يبقى قضى في الجنين غره. الغره مقدرها نصف عشر الديه. نصف عشر الديه، الديه 1000 دينار، عشرها 100 دينار، نص العشر يبقى 50 دينار. فهمت بقى ازاي؟ يبقى لو ما فيش احنا دلوقتي ايماء نعمل ايه؟ 50 دينار، الدينار 4.25 جرام دهب، نضرب 4.25 جرام دهب في 50 يطلع عدد الجرامات، اضرب في عيار 21 شوف تطلع كم مبلغ في الدهب. فهمت بقى ازاي؟ زي ما يطلع بقى 160,000، 200,000، 300,000، مالناش دعوه حسب سعر الدهب. فهمت؟ يا طيب، ولما تديها تاخدها الام اللي سقطت، ولا ياخدها ورثه الجنين لو كان اتولد حي ومات؟ خلاف مذهب الدين. الامام مالك له قولان. قول يقول تاخده الام لانه قطعه منها. وقول ثاني عند المالكيه يقسم قسمه الورثه. فهمت ازاي؟ يقسم قسمه الورثه. يبقى الام تاخد ايه؟ لو كان لي اخوه الام هتاخد السدس، مالوش اخوه يبقى الام هتاخد التلت والاب ياخد التلتين قسمه الورثه. فهمت بقى ازاي؟ يعني فيها خلاف، هل الام تاخد الغره كلها؟ لانه جزء منها كما قال الملكيه في قول مقدار،
أو كما ذهب الشافعية والأحناف وقول عند المالكية أيضا إن هو يقسم قسمة الإرث. فهم؟ فقضى أن دية ما في بطنها غرة عبد أو أم. فقال ولي المرأة التي غرمت كيف أغرم يا رسول الله أو غرم كيف أغرم أو غرم كيف أغرم يا رسول الله من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك بطل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا من إخوان الكهان. إيه سجع الكهان العجوز كلام كله لا يتوعد كده ويطلع في الآخر حكم شرعي غلط. فقال له كلام كهان ده. فهمت؟ كيف أغرم يا رسول الله غرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل يعني صاح صاح. عارف الطفل لما يتولد يبكي اسمه استهل صريخ ولا استهل فمثل ذلك بطل يعني هدر. بطل يعني هدر يعني ملوش ايه دين. وفي رواية فمثل ذلك يطل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هذا من إخوان الكهان كلامه يشبه كلام الكهان وفي الآخر يطلع على فشوش كلام باطل خالف الحكم الشرعي. فهم؟ وعن أبي قال حدثنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأتين رمت إحداهما الأخرى بحجر فطرحت جنينها فقضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم بغرة عبدا ووليدا. في روايات ضربتها بخشب يبقى الزهر ضربتها بخشب وضربتها بحجر فكملت عليها فسقطت. فطرحت جنينها فقضى في النبي صلى الله عليه وسلم بغرة عبدا ووليدا عبد او وليدا بغرة عبد او وليدا. وعن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الجنين يقتل في بطن امه بغره عبد او وليدا. فقال الذي قضي عليه كيف اغرم او اغرم ما لا في روايه من لا اكل ولا شرب ولا نطق ولا استهل ومثل ذلك بطل يطل روايه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هذا من إخوان الكهان. وعن أبي قال حدثنا في رواية حدثني ما كان حدثنا الإفراد عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن عيينة وسفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث عن أبي مسعود رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. وده قرينا الحديث ده عدة مرات في ابواب كثيرة. ثمن الكلب اختلف العلماء ثمن الكلب مطلقا ولا الكلب الذي لا يجيزه الشارع هو الذي ينهى عن ثمنه زي كلب البيوت ده نهى الشارع ان احنا نحط كلب في البيت يبقى ده ملوش ثمن. طب والكلب اللي ليه فائدة زي كلب الحرس والصيد والايه والمشية والحراسة دي كلام ليها فائدة كويس يبقى ليها ثمن عند الملكية ممكن تدفع فيها ثمن إذا كان لها مسوغ شرعي. الشافعية قالوا لا لا ثمن للكلب مطلقا سواء كان جائز اقتناؤه أو يحرم اقتناؤه. طب والذي يجوز اقتناؤه وبدفع في مقابل قال هذا المقابل لرفع اليد وليس ثمنا له مقابل رفع اليد زي احنا نسميها خلو رجل. فهمت ازاي؟ والفرق بين رفع اليد والبيع والشراء ان رفع اليد لا ضمان فيه لكن البيع والشراء فيه الضمان ده الفرق واضح؟ يعني انت لما تجيب كلب حراسه وولف كده كبير كده تروح تشتريه يقول لك 2000 جنيه. طب ال 2000 جنيه دي ثمن بيع ولا رفع يد؟ الشافعيه قال لك رفع يد لان لا يباع الكلب ملوش ثمن يبقى اسمها رفع يد رفع اختصاص. فهمت؟
وده ينبني عليه انك انت لو خدت الكلب ده وطلع مريض ومات عندك بعد اسبوع ما ترجعش للراجل اللي خدته منه وتقول له انت اديتني بضاعه مغشوش، لانه لا ضمانه في رفع الاختصاص. لكن عند الملكيه قال لك لا ده بيع، من حقك تروح يقول له لا ده انا طلع مريض اديني الفلوس انت غشيتني. يبقى الملكيه لانه الكلب يجوز الانتفاع به فاجازه الثمن. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم قال ده عن ايه؟ عن ثمن الكلب. الشافعية قالوا مطلقا سواء معلم وغيره، والمالكية قالوا إن كان معلما ويستعمل فيما أباحه الشارع يبقى ليه ثمن، وإلا فلا ثمن له. ومهر البغي، الأجرة اللي بتاخدها المرأة عشان تزني بها، عشان راجل يزني بالإيه؟ بالأجرة. ده سمنا بمهر لتشابهه مع المهر في الزواج، وليس إيه؟ يعني الثمن اللي بتاخده البغي ده حرام، حرام حرام من الكبائر، وايه؟ ورزق خبيث. فنهى النبي عنه. وحلوان الكاهن، والاجر اللي بياخده الكاهن كمان عشان ايه؟ يتكهن لك ويقرا لك الفنجان، ولا يقرا قفاك، ولا يقرا جبهتك، ولا يقرا كفك، ولا يقرا لك الودع، ولا يقرا لك الرمل، والحاجات اللي احنا ايه بنسمع عنها، ويقرا لك كوتشينه، الحاجات اللي بتسمع عنها كتير بقى، حاجات من دي كتير. الاجر اللي بياخده ده اجر حرام. واضح؟ سماه حلوان الكافر الكاهن ليه؟ ليه سماه حلوان؟ من حلاوته، لان هو بياخده باقل مجهود وبيستعبط الناس. فيعني ايه رزق حلو كده لسهوله الحصول عليه، لان الهبل كتير. فاهم؟ الهبل كتير ويدفعوا واقفين طوابير وكله عايز يدخل. يا شباب وشغلانه والحجز، في ناس عندهم حجز بالشهر. وعن ابي قال حدثنا علي بن عبد الله والمديني قال حدثنا هشام اللي هو ابن يوسف الصنعاني قال اخبرنا معمر وابن راشد عالم اليمن عن الزهري عن يحيى بن عروه عن يحيى بن عروه بن الزبير عن عروه عن عائشه رضي الله عنها قالت سال رسول الله صلى الله عليه وسلم ناس عن الكهان. هي سال رسول الله صلى الله عليه وسلم ناس عن الكهان. يبقى رسول الله هنا ايه؟ مفعول به، لان السؤال وقع عليه. والناس هنا هم السائلين يبقى فاعل. سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناس عن الكهان فقال ليس بشيء، يعني قولهم لا يعتمد عليه، يبقى ليس بشيء يعني لا يعتمد عليه. فقال يا رسول الله انهم يحدثون في روايه يحدثوننا احيانا بشيء فيكون حقا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة من الحق يخطفها من الجن فيقرها في أذن ولي فيخلطون معها مئة كلمة. قال علي قال عبد الرزاق مرسل الكلمة من الحق، يعني مرسل يعني أسمت الصحابة الكلمة من الحق. هو النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ تلك الكلمة من الحق يخطفها من الجني، لأن في جن تسترق السمع في السماء الأولى. وبعدين أنت عارف إن في شهب، فقبل ما الشهب يلقطه يسمع كلمة من قدر الله اللي قاله للملائكة، فينزل يقولوا مين لصاحبه الكاهن. فعلى ما يقولوا للكاهن، الكاهن يزود عليه بقى 100 حدث ويطلع. عشان كده احيانا كلامهم يصيب في القليل النادر، واخد بالك؟ ولكن لا يعتمد عليه. وعشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ من ذهب الى عراف لا يقبل له منه صلاه 40 يوما، ومن صدقه فقد كفر على بمنزله على محمد. مجرد الذهاب للعراف يقول لك هنروح نتسلى يا عم، احنا مش هنصدقه ولا حاجه، خلاص روح بس صلاتك 40 يوم مش مهم. شفت قد ايه بقى من الشغل؟ مفيش حاجه اسمها نهزر. يقول لك ما احنا هنروح هنضيع وقت، احنا مش هنصدقه ولا حاجه. لا يا سيدي ما تروحش بره. فاهم؟ واحد بقى راح مصدق يبقى كفر بما انزل على محمد، لانه اعتقد ان هناك من يعلم الغيب مع الله. وهذا ليس اعتقاد المسلم. ونقف على باب السحر، ودي قضية سحر النبي اللي قاعدين يقولوا البخاري يقول النبي سحر، احنا ناقشها
بالتفصيل يوم السبت القادم ان شاء الله صباحا قبل صلاة الظهر. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يسر امورنا واستر امورنا بلغنا مما يرضيك امالنا وفقنا نحن وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه.